ان شاء الله. يبقى انتوا تدينا بقى في الحته دي. خرابي على الجمال والحلاوه. بص على الحته اللي انا هاكلها دي بقى. طموح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا دايما يجمعنا في الخير وكل سنة وانتم طيبين ونسبة السنة الجديدة ان شاء الله، ويا رب ما نبعد عنكم ولا لحظة. اللي انتم شايفينه دوت يعتبر التوابل بتاعة الفراخ، عبارة عن المكونات طبعا هي واضحة ومفهومة. استنى استنى استنى، لا 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 لا، ده يخصني انا توابلي وحاجتي، ده تخصني هقول لكم عليها واستنوا عليا. هنبدأ بقى ايه، نشوف لو محتاجة حاجة. ثانية واحدة. ايوه السكينة اللي هنقطع بقى الفراخ. لازم بقى وانت بتقطعي الفراخ لازم تجيبي ايه، يعني قلب الفرخة من جوه، ان كان في الوركة او في الصدر او في اي، حتى الجناح مش مشكلة. لازم الفتحات ديت لازم تكون كتيرة عشان خاطر التوابل تقدر تخش جوه وتتعمق من جوه، عشان لما تيجي تاكلي تلاقي الحاجة حلوة مسكرة معاكي. وزي ما انتم شايفين كده، فتحات 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 من هنا لحد التلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 جدا من الفيديو اللي فات، ويلا بينا نبتدي فيديو جديد ويوم جديد ويوم حلو قوي وحماسي لكل الناس اللي عايزة تشوي، اللي بتحب الشوي زي ام ياسين وابو ياسين والعيلة الفرفوشة. يلا بينا نبتدي اليوم، واقول لكم بقى هنا بقى زي رأي ابو ياسين ما قال، فتحات فتحات من هنا لحد التلات. هنبتدي بقى، بص اقول لكم على حاجة. اللي انتوا شايفينه دوت اتغسل بقى غسله تمام، وظبطت الفرخه تمام. دي كانت فرخه واحده بس بصراحه، يعني كانت كبيره بس على مين، اقسم بالله طعمها تحفه حرفيا بجد، ما فيهاش غلطه. ولا تقولي لي شيخ المندي، ولا تقولي لي قصر مش عارفه مين، ولا مفيش الكلام ده. لو قمتي دلوقتي وعملتيها في بيتك، انا لو سمحتي محتاجه منك كومنت محترم حلو تقولي لي فيها رايك ايه. بجد بجد احنا اصلا ملوك الشوي، احنا بنحب الشوي جدا. ويلا بينا بقى اقول لكم على حاجه. اللي انت شايفينه دوت لازم يتعمل في الفرخه اساسي، لازم تفضلي فعلا تفتحي في كل حته فيها عشان التتبيله. اولا مش هتاذيكي خالص وهي على النار ولا اي حاجه، وتكوني غسلها بقى حلو كده بليمون وخل بقى وملح، وتسيبيها شويه كتار عشان لو فيها زفاره. وهقول لك بقى يا ستي المكونات الخطيره اللي محدش هيقول لك عليها غير ام ياسين. بص يا ستي، الطبق اللي هناك ده، الطبق ده فيه ايه؟ تعالوا نشوف. يلا يا ام ياسين انجزي. يا معلش يا جماعه شويه قهوه بس، لحسن الواحد كان يعني، كان الموضوع ده كان بالليل على فكره والله. ليه بقى؟ لان هو جاب لي الفرخه دي بالليل عشان يتبلها لبكره. بص بقى عشان ما نضيعش الكلام، استنى بقى. بص بقى كده، البصل، سكر، سبع بهارات، بابريكا، فلفل اسمر، خلطه الشوي من عند اي عطار، وقرن فلفل، وطمطمايه. انا ما اعرفش انتوا بتقولوا عليها ايه، انا بقول طماطم وطمطمايه. ماشي يا ستي. ماشي يا سيدي. يا ستي بقى اقول لك على الطريقه بقى الجهنميه بقى. واساسي اساسي اساسي الحته اللي جايه دي بقى، الحته اللي جايه دي الاتنين الزبادي. هي فرخه واحده وكبيره بس عليها اتنين زبادي. تعال اقول لك بقى الاتنين الزبادي دول بيعملوا ايه. بيخلوا لك الفرخه طريه وجوسي وطعمها حلو، وتفضل طول الشوي طريه، مش تطلعي الحاجه كده ناشفه ومقدده ايه ده، تقولي يا ريتني ما كنت شويت في البيت وريحتها مش حلوه. لا 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 لا، اساسي. هنا حطيت الملح تمام، وشويه الميه طبعا اساسي، عشان انا لو انا لو كبه اوكي، بس انا عايزاها يعني التتبيله دي تبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين المنظر ده؟ هو المفروض اصلا التتبيله بتبقى بعصير بتعصير البصل. لا انا هقول لك التتبيله بتاعتي اللي دايما بعملها التحفه قوي، حتى لو لحمه خلي بالكم، والله والله اسالوا عني والناس هتقول كل اللي كان عندي شوي هو عارف بيتعزم اصلا عندي. انا بعزم على شوي بس، لو في رمضان بقى ممكن حاجات تانية برضو شوي برضو كده. كنت بص فرمتها بجد بجد، خليتها بقى فله كده اللي هو ايه، طحنتها طحنه تمام اهي قدامكم زي ما انتم شايفين. حطيت الملح بتاعك، ما تنسيش بقى عشان انا حطيت الكلام دوت تاني يوم الصبح، ما تنسيش معلقه العسل، لازم تحطي معلقه عسل ابيض لازم.
كده الكلام ده كان بالليل يا جماعه، ولازم تتبلوا الحاجه من بالليل. بصوا بقى اللي انا قلت عليه، اللي هو انت تمسكي الفرخه كلها، لازم تفتحي كل حاجه فيها زي ما ابو ياسين قال لكم كده يا جماعه. ليه؟ عشان التتبيله هتخش فعلا حرفيا جواها، زي كنتاكي كده لما تيجي تعمليها. انت بتروحي تاكلي في كنتاكي او بازوكا، او انا عامه ما باكلش في كنتاكي دلوقتي خالص خالص اصلا، بقالي سنين يعني. لما باجي اكل في بازوكا بلاقي التتبيله جواها، فالسبب ايه؟ انت طبعا فاهمه، بيفتحوا كل حته فيها من جوه عشان يوصلوها لها، تمام. والقرن الفلفل ده على فكره مش شرط يكون حار يعني، لو قرن فلفل بيدي بس طعم وريحه. بص بقى كده مسكتها فرمتها كلها كلها، لازم كده افضل ادعك في الحاجه كده واظبطها كده. بصوا امسكوا يعني، اهم حاجه بس ما تنسوش التوابل بتاعه الشوي منين؟ من عند العطار. ولازم تكمروها بقى، سلام على التكميره دي. ايوه كده انا خلصت فنشت، حطها فين بقى من بالليل؟ حطها في التلاجة. بس خلاص كده انا كده مطمنه عليها، هي يعتبر بتاخد اصلا ربع الشوى يعني، السوى قصدي. صباحنا الصبح بقى، ونقول صباح الخير، مساء الفل، مساء النور، في اي مكان انتوا فيه واي وقت دلوقتي انتوا موجودين. دي حاجه العروسه اللي جات لي. إيه طبعا احنا عندنا يعني احنا كارياف يعني او كده، او يعني كمدن الله اعلم كل واحد عنده ايه، بيجيبوا لك حته فطيره وشويه كحك وبسكوت. بس هما كانوا ليهم طريقه معينه، حاطين لي كحك وبسكوت جوه الفطيره، بس والله العظيم كان طعمهم تحفه، ومش كتير قوي بس حلوين. هنا بقى ايه العسل اهو، زي ما قلت لكم انا طبعا ما كانش عندي عسل بالليل يعني، كنت شايله الازازه دي البتاع دي من نوم البرطمان ده، والله ما كنت عارفه احطه فين، فطلعته بقى وطلعت لهم. بس عايزه اقول لكم على حاجه بقى، اللي عايز بجد ياكل فطير بجبنه والحركات الحلوه، ده كان فول بالطماطم على فكره، صدقوني بجد جربوا دي المسقعه اللي كانت فايضه عندي، جربوا العسل الابيض مع بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعه. بصوا ناسيه خالص، العسل الابيض ده بيبقى حلو جدا مع الفطير ومع الجبنه البراميلي بقى والعيش كده، بصوا طعمه بيبقى خطير، والطعميه المحشيه يا خرابي على الفطار ده. اهدي اهدي. ابتدينا بقى اليوم، زي ما انتم شايفين جبت رز بسمتي اللي هو الضحى، تمام، وجبت السلطه بتاعتي وحاجتي، واهم حاجه البقدونس عشان انا عايزه اعمل بقى شويه سلطه حلوين، واعمل بقى الرز زي ما انتم شايفين كده. نجهز مع بعضينا بقى كل حاجه، والطحين هو الشوي مش عايز غير كده يعني، مش هعمل اكيد ملوخيه واعمل حاجه تانية، لا هو الشوي كده. الرز ده طبعا هيتنقع، بس انا طبعا هقول لكم على حاجه، انا ما نقعتوش بصراحه، انا في ناس بتنقعه في ناس لا، غسلته بس زي ما انتم شايفين، طبعا اصلا بيبقى هو نظيف. دي طريقه بقى الرز البسمتي الابيض الجميله، انا مرضتش المره دي احنا غيرنا طبعا، احنا فيديوهات على فكره عامله رز بسمتي الاصفر، لا احنا غيرنا بصراحه وعملنا رز ابيض تحفه بقى. الابيض طبعا بيبقى طعمه حلو جدا برضو غير الاصفر، وطريقته برضو لذيذه برضو وحلوه وخفيفه برضو، مش اللي هي مكوناتها كتير ولا حاجه. زي ما انتم شايفين طبعا انا المفروض كنت الاول برضو احط الفلفل الاسمر والحبهان والحاجات دي كلها في الزيت والسمنه، بس انا طبعا نسيت، فعادي مكملين برضو، هنحط كل حاجه هنا برضو ونكمل عادي جدا، مفيش اي مشكله، هيطلع برضو نفس الطعم. وبالهنا والشفا يا رب كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم بجد، صدقوني انا بعمل لكم كل حاجه من قلبي، وبجد بتوحشوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، وببقى عايزه كل يوم والله العظيم اعمل فيديو جديد ونزله على القناه، فيعني الحمد لله يا رب، وطبعا على حسب الظروف وكده، بس ان شاء الله على طول هنفضل معاكم، ويا رب نكون خفاف على قلبكم يا رب ان شاء الله. افضلي بقى قلبي طبعا في الرز، وخلي لونه ذهبي كده حلو، تمام. عشان اللون الذهبي دوت مع ان انتي بتفضلي تقلبي فيه طبعا بيبقى مفلفل كده وحلو. وكده كده الرز الابيض اصلا من الرز الابيض، الرز البسمتي اصلا هو نوعه كده بيبقى مفلفل وحلو. هحط بقى اللومي دوت اللي هو مش عارفه هو اسمه كده، لا الليمون اللي هو الناشف، وشويه فلفل اسمر، كنت حاطه حبهان وورق لوري بس، والملح، متحطيش ماجي ولا الكلام ده، متغيريش طعمه، تمام كده خلاص بقى. وهحط الميه عشان خاطر يبقى هو يبقى كده خلاص، تمام، حطيت كمان الميه وظبطت الدنيا، تمام.
واحط الملح بقى وخلاص على كده، طبعا من غير ماجي زي ما انا فهمتكم. تمام كده يا جماعة. بسرعة اقول لكم انا حطيت ايه، حطيت ليمون، حطيت كمون، حطيت خل، وقلبت وحطيت مية بس كده. في ناس بتحط فلفل اسمر، انتي حرة. يلا بسرعة بسرعة نخش بقى على التقميرة اهي، من امبارح انا مكمراها في التلاجة. في حسن عشان الكاميرا عايزة تتمسح يا بابا. صور جنب حسن. يلا الله يسوقك يا سوق. مش عارفه في ضوء غريب، ايه الضوء ده؟ ده شويتنا. هو انا حاجه ولا ايه؟ هي تلفال ده سحريه. سلم على الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلم يا حسن. يلا السلام عليكم. الله كده بقى. الله بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. التتبيله كانت فيها صح؟ الصلاة على النبي. الله اكبر. بحب ياسر كده شويه صراحه. شكلها مضحك. حته جامده، حته حلوه ما شاء الله. يا بقى لو كان في شويه اجنحه بقى ما اقولكمش. اوه ماي جاد. كيلو. بكره اجازه عمتي؟ سبت وجمعه اجازه. شبروك. شيف بروك. حاجة بقى بالصلاة على النبي. وزن 3 كيلو. بس كويسة يا وائل في الشوي صح؟ إن شاء الله. نشوف إن شاء الله يبقى. إحنا طبعًا بقالنا كتير ما بنشويش، بس ابتدينا هو أول فيديو يعتبر إن إحنا بنشوي. عارف التلفزيون صوته كله طالع هنا، كله عارف إن هما بيعزوا. صوت كل التدبير والمحكمة واللي حصل في المحكمة كله جاي. طب أنت كده كده هتشيل الكلام ده. إيه الناس دي؟ نقول إيه دي؟ الناس دي الراجل ده بص حرام بالليل ما بيبانش قوي يا شيخ. ايوه والله ده في اوقات بقى الصبح ما بقاش اصلا باين خالص. احنا بقى هنعمل لكم فيديو قريب قوي شبوبة. يعني هو مش عارفين انا مش هوعدكم امتى، بس هنخش الهرم ونشوف فيه. هتشوفوا بقى امتى. اصبر بس اصبر. اخد فرصتي انا والعيال. تشوف ازاي؟ تبص شويه. البس الكم. لا لا الناس هتتلم عليكم. هياكلوا معانا. انتوا عايزين بقى بتاع فاهم مين فرخ عشان تفرقي صح يا مايا؟ اول ما نورث ان شاء الله افرق على الناس 100 فرخه. احسبيني معاكم. عيني ثلاث فرخات. عيني عيني. سلام يا سنجي على فكره. بدرجه كده طلع درج كده سنجي. ايوه كب معايا. طب ليه بقى؟ خلاص خلاص من غير خناقات. عامله السلام عليكم. عاوز اقول لكم لما رحنا ابتدى بدل ما خلصنا شغل ورحنا نحلي رحنا عند عمان رعشة رعشة رعشة. طبعا هي تاخد وقت عشان نفشيتها صح؟ ايوه. من زينب الصغيرة؟ زينب تحت من ستة. ايه زينب ملح؟ انا ملح ليه؟ معلش انا مالك. معلش انا مالك. معلش انا مالك.
ابو ياسين كان خلص وخلصنا خلاص الشوي وهنبتدي بقى نغرف. هو هيحط لنا الفراخ في قلب السرفيس زي ما انتم شايفين. وبجد تسلم ايدك، اللون كان حلو جدا. ويلا نبتدي مع بعض على السريع. ده مش الله، يبقى انت تدينا بقى في الفيديو ده. ربع الجمال والحلاوه. ثانيه يا بابا، بس ايه رايكم يا جماعه في اللون بتاع الفراخ؟ كان حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين. وكنت بحط الليمون بقى في السلطه. خلاص ما ينفعش تحط الليمون اول ما تعملي السلطه، لو حتى الاكل هيقعد ساعه او ساعتين لغايه ما تحطي يعني الاكل بتاعك في السفره بتاعتك، فلان السلطه بتدبل شويه. فبص اللون، لونها تحفه وطعمها تحفه جدا. والرز بقى حطيت شويه المكسرات، العسل بقى عايزه اقول لكم والله جوزي لهط الرز كله بولادي بحسن ابن اخويا حبيبي. وعايزه اقول لكم بجد كان يوم حلو قوي، كان كله ضحك وهزار وقضينا اليوم حلو ولذيذ. ويا رب بجد يكون الفيديو عجبكم. وعملت بقى ايه سيرفيز من غير مكسرات، وعملت سيرفيز بالمكسرات عشان اللي حابب ده ياكل واللي حابب ده ياكل. بس عايزه اقول لكم بالمكسرات رز بسمتي كان تحفه جدا. بصوا زي ما انتم شايفين طبعا مش محتاجه اي حاجه تاني، سلطه موجوده، طحينه موجوده، الفراخ ما شاء الله الله اكبر كانت كتيره وكانت حلوه جدا. هي فرخه بس تحفه. وكده يبقى خلصنا خلاص وحطينا الاكل زي ما انتم شايفين. يا رب السفره تعجبكم وتبقى جميله وتجربوها وتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. يا رب كده على طول فيديوهاتنا تبقى حلوه ودايما كلها تفاؤل وحاجات حلوه كتير. ويلا بينا بقى نشوف بقى طعم الفراخ هيبقى عامل ازاي. ابو ياسين طبعا اهو طبعا بصوا تحفه تحفه تحفه. يلا اشوفكم فيديو جديد. يا رب ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وبجد يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا مستنيه منكم اعجاب حلو. يلا اشوفكم فيديو جديد. باي باي.